بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في موضوعنا النهاردة هنتكلم عن حقائق علمية غريبة تتعلق بالكون أو حقائق كونية. نتناول مع بعض الحقيقة الأولى، أنه عند النظر إلى القمر فإن الصورة التي يراها الإنسان هي صورة لأشعاعاته المنبعثة قبل ثانية وثلث من الوقت. أما الأشعة المنبعثة من النجوم فإنها تكون قبل سنوات أو مئات أو آلاف السنين من انبعاثها. وقد تكون النجوم التي ننظر إليها الآن قد اختفت أو ماتت أو تحولت إلى هيئة أخرى. الحقيقة العلمية الأخرى، وهي ما يحدث من تشويش على شاشة التلفاز عند التقاط قناة محددة، فإن هذا التشويش بيكون نتيجة تأثير أشعة الراديو، وأشعة الراديو هذه ما بقيت بعد حدوث الانفجار الكوني العظيم الذي حدث قديما. بكده يبقى تناولنا مع بعض حقائق كونية. في نهاية موضوعنا النهاردة، ما تنسوش تدوسوا لايك حتى يصل الفيديو لعدد كبير، تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.